أهلا بكم. محمد خساني يفتتح مقهى خاص بالفنانين في زمني الكورونا. تأتيكم التفاصيل بعد الجنجل، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد أولا بأول، ونشكركم على المتابعة والاشتراك في قناتنا. دمتم أوفياء، نلتقي بعد الجنجل. لسلامتكم وقعدوا في ديوركم. أهلا بكم من جديد. أعلن الفكاهي محمد خساني عن افتتاح مشروعه الخاص المسمى مقهى النجوم أو كافي دي ستار بوهران غرب الجزائر. وزاره اليوم الشاب بلال صغير في عز انتشار وباء فيروس كورونا القاتل. يقول محمد خساني بأن المشروع عبارة عن مقهى يقع بضاحية سانت يوبير خلف المركز التجاري ريتاج، وليس ببعيد عن ملعب زبانة في وهران. وأضاف محمد خساني: هو مشروع تجاري فني عبارة عن ملتقى للفنانين والهواة، فالمقهى تم تزيينه بصور لفنانين جزائريين وعرب وعالميين أيضا، في مقدمتهم علولة، متجوبي، عريوات، المفتش طاهر، صراط بومدين، كويرات، ونجوم ولاد الحلال على غرار مرزاق وهو الممثل عبد القادر جريو، وكدا زينو وهو الوزير الكاتب الدولة في وزارة الثقافة يوسف سحيري، ووجوه محلية وعالمية في مجال الرياضة أيضا. وحسب خساني سيكون بإمكان الشباب الهاوي الالتحاق بالمقهى للقيام بتدريبات وبروفات وعروض فيما بعد. وقال خساني: هذا مشروعي الحالي في انتظار إطلاق برنامج خساني كوميدي كلوب. وزار محمد خساني في المقهى الشاب بلال صغير وهو صديقه، حيث يروج محمد خساني للمقهى في عز وباء فيروس كورونا القاتل. وكثيرا ما خرج محمد خساني عن صمته بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا الذي يطيل أزمة أصحاب المطاعم والمقاهي تحديدا. وسنتابع فيما يلي رأي محمد خساني في الإجراءات الحجر الصحي وارتفاع حصيلة وباء فيروس كورونا مؤخرا، بالإضافة إلى الرسالة التي وجهها المغني سولكينغ لأبنائه، حيث وجه فيديو لأبناء محمد خساني. وهذه بعض الصور التي يروج لها محمد خساني عبر مقهى باسم الفنانين أو مقهى النجوم. السلام عليكم. الحالة راهي خطيرة اليوم، 240 حالة. الناس وصلت في طليان وفرنسا، وصلت للبيك، وصلوا الميل كا في النهار وسلكوا. الناس الحلو راهم حياتهم عادية، احنا قزة ما قدرناش حكموا فيها. بس باسكو علاش؟ باسكو احنا اللي راهم المسؤولين ولا كاش واحد ولا في وزارة الصحة ولا اللي راه يقرر، راهم حاسبين الفيروس يبدأ على الخمسة ولا يبدأ على ثلاثة ولا على ثمانية. تبدا على النهار الناس اللي هربش في السواق، في التاكسيات، في المارشيات، في بارتو، ومن بعد 8 تقول يدخل للدار. هذا راه شبع فيروس ودخل للدار. يا لا باغي نتهنوا من هذا الفيروس. 14 يوم بالله على روحك، ما كاش اللي يخرج. والناس اللي ما عندهاش وقعد توما تكفلوا بهم، كيما جو صحاب الغاز وصحاب لي فاكتور وصحاب الضو يتطبوا علينا للدار، يقولنا هاك وخلصوا. اللي ما عندهاش تطبوا عليه للدار، عاونوه قولوا له هاك. السلام عليكم، الله يجيب الخير، الله يجيب الخير. والفيروس ما يبداش على 8، الفيروس قاع النهار. كوكو اياد، سامر، اي علي، سي سوكين، خوز ديديكاسي كو بيزو. Thank you.